تيجي نبدأ من زمان. زمان كان المحله. المحل انت من السنبلاوين، احكي لي شويه عن البلد والسنبلاوين، خاصه انا فرحت قوي لقيتك قريب رحت واحتفلت معاهم وشفت صورتك في حضانه في السنبلاوين كمان. مدرسه والدي. مدرسه الوالد. انت مرتبط بيهم، مرتبط بالبلد لحد اللحظه دي، بتحرص على الزياره كل وقت. الوالد قاعد في القاهره ولا في السنبلاوين؟ لا، الوالد هنا وهنا ساعات، بس اكتر دلوقتي معايا يعني في القاهره هنا. كويس. بس انا دايما يعني ما بحس بخنقه او بحس باي حاجه، بنزل البلد على طول، بحس براحه والله. والله وسط صحابي واهلي، ويعني ببقى مبسوط ان انا وسطهم طبعا. ممكن الاقيك بالجلابيه وماشي طبعا في امبارح فعلا. والله، والله امبارح. امبارح والله صورت الناس صوره ليه بالجلابيه مع الناس كنت يا قاعد امال، امبارح والله. بترتاح طبعا تحس ان انت راجع وسط اهلي يا جدع، للجذور. وسط اهلي طبعا. مين من الاهل لسه قاعد في السنبلاوين؟ كلهم قاعدين. كلهم قاعدين. ساعات والدتي بتجيلي بتقعد معايا، والدي اللي دايما على طول معايا يعني الفتره دي، ودايما والدتي برضو بتبقى معايا، واخواتي بيجولي وكده يعني. طيب خلينا احكي بقى، ازاي بدأت في السنبلاوين ولا في غزل المحله لا، على في طول؟ غزل المحله احكي انا لي. كان عند اخويا حازم الكبير، كان بيلعب في نادي غزل المحله، حلو. وبعدين كان محمد. لعيب جامد طبعا والله. طبعا والله ده الكبير. كان بيلعب في نادي غزل المحله، ومحمد اخويا برضو كان بيلعب في غزل المحله، هما برضو. الاثنين. وانا كنت في مدرسه الكوره الاول في السنبلاوين عندنا، حلو. كابتن حامد فهيم طبعا الله يرحمه، وكابتن اسعد كابتن فتحي. حامد فهيم ولا محمد؟ حامد حامد فهيم. فهيم ده نجم المنصورة بتاع طبعا زمان. طبعا ربنا يرحمه طبعا، ربنا يرحمه. يعني الواحد مهما يتكلم عليه مش هيديله حقه طبعا، ربنا يرحمه. كابتن نشأت فتحي. كنت بلعب مدرسة كورة في السنبلاوين، حلو. كنا كنا بنروح لسه 10 11 سنة. كنا بنروح يا كابتن ساعات، بنلعب مثلا، بنيجي هنا القاهرة نلعب فرق، نلعب مدرسة كورة زينا كده. فبعدين رحنا عملنا اختبارات في نادي الإسماعيلي. من السنبلاوين للإسماعيلية. رحنا، حلو. كنت انا، كان مسعد عوض كان معايا. الحارس. خدوني انا ومسعد، بس ما كويس. حصلش نصيب ساعتها، في هم كملوا مع مسعد وما كملوش معايا. ياه. كان في حاجه حصلت مش فاكر ايه هي بالظبط. بعد كده كان اخويا محمد بيلعب في المحله، فخدني ساعتها قال لي كان انت. بيلعب ناشئين. حازم اخويا لعب فيرست تيم سنه ولا سنه في ونص. غزل المحل. ايوه، ومحمد اخويا كان في الناشئين. فانا كنت رايح، كان هو عنده تمرين، قلت له انا هاجي معاك التمرين، راح تتفرج. كنت رايح اتفرج عادي. كنا كام سنة يا امام؟ 9 سنين يا كابتن، او 9 10 كده كنت حلو. لسه. كنت شاي. جدا. حلو. نعم. فبعدين شبت في محمد. رحت مع محمد. فبعدين هما كانوا بيعملوا تقسيمة، كان عندهم ماتش ودي والفرقة ما جاتش. فبعدين هما كانوا بيعملوا تقسيمة، ما كنت رايح انا بطقم كورة. لابس لبس الكورة. كان محمد. انت رايح بتحلم. ايوه، انا رايح عادي، اللي هو رايح اتفرج على اخويا في التمرين. بس تقول يا رب انزل يا رب، كان يعني كان حاجات نفسي كده. بصراحة لما شفت بقى النادي، طبعا نادي غزل المحلة اللي فضل كبير عليا. رحت يا كابتن، كان هم ناقصين حد في الفرقة، حلو. فالكابتن ساعتها كان الكابتن مصطفى عبده اللي كان ماسكهم، فنزلت مصطفى معاهم. عبده ده كان وينج رايت في المحلة يا جماعة، كان طبعا جامد جدا ومسك مدرب بعد كده. طبعا. بعدين رحت نزلت معاهم كابتن التمرين. من ساعتها بقى الحمد لله يعني. كان ساعتها كابتن مصطفى عبده قال لي لا، احنا عايزينك وعايزينك تمضي. كان اخويا مولود 92، كان اكبر مني، نعم. ما كانش فيه لسه سني، 98 ما كانش موجوده خالص. يا نهار ابيض، انت فرق 6 سنين. ما كنت نزلت اصغر معاهم منهم ب6 سنين. بالظبط. فبعدين انا رحت يوم وما رحتش تاني يا كابتن، ما رحتش. ما رحتش خالص بقى من بعد التمرينه دي معاهم. فطبعا هم كلموا اخويا محمد، احنا عايزينه، حلو. لازم يجي ومش عارف. فكلموا والدي، ووالدي قال لهم، كان رد عليهم ساعتها قال لهم ان شاء الله هجيبه وابقى اجي النادي. بس فالموضوع وقف لحد هنا. وبعد كده لقيت كان الكابتن ايهاب غنيم جالي البيت والله. والله ساعتها، كانت الساعه 8 ونص انا فاكر. 8 ونص صباحا. جالي ومضاني في البيت، فعلا. مضاني في البيت. كان الكابتن عمر عبد الله قال لي الكابتن ايهاب غنيم ساعتها، انت هتروح تمضي امام. حلو. رحت مضيت في نادي غزل المحله، فضلت طبعا 15 سنه في النادي. 15 سنة. 15 سنه في النادي، يمكن انا في سني انا اخر واحد طلع الفريق انت الاول. عندك كام سنة؟
انا 26 26 26 27 اه ما احبش شاء اقول الله. سن الحقيقي. لا انت اتجوزت خلاص. حلو. فبعدين رحت كابتن ايهاب جالي البيت، مضيت من ساعتها بقى كملت، فضلت 15 كان سنه عندك كام سنه هنا؟ هنا، تكبرت شويه. 19 20 سنه هنا. لعبت فريق اول وانت 19 صغير. سنه كنت انا اخر واحد كابتن من السن بتاعي، كنت طالع الفريق الاول حلو. لان هما ما كانوش عايزيني في الاول، وكان الكابتن ساعتها كان الكابتن طارق محجوب، لما مسك النادي تاني هو الكابتن ايهاب، طلعت معاهم من ساعتها بقى لعبت حوالي سنه في النادي، وبعد كده رحت حرس الحدود، قعدت قد ايه في حرس الحدود بقى؟ قعدت سنه، سنة واحدة سنه واحده حرس الحدود، ومنها إلى نادي الزمالك. ومنها النادي الزمالك. نادي الزمالك القصة كلها كام سنة يا إمام؟ قعدت 4 سنين في نادي الزمالك، 4 سنين. وحققت بطولات مع نادي طبعا الحمد الزمالك، لله حققت 2 دوري الحمد عام لله مع نادي الزمالك، طبعا وعملت الحمد لله. شكل أكتر ممتاز مع نادي الزمالك.